ما علاج الحسد لمن أصيب به؟ وما هو ضابط الجهاد في هذا العصر في البلاد التي يقتل ويذبح فيها المسلمين؟ الحسد علاجه أنك تستعيذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله منه، من الحسد، كما أمر الله نبيه بقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تستعيذ بالله من الحسد وأهله، هذا هو الذي يعالج الحسد. وأيضا ترضى بقضاء الله وقدره، لا تعترض على الله لماذا فلان عنده كذا وفلان ما عنده شيء. الله حكيم عليم في عباده سبحانه وتعالى، فترضى بقسمة الله وترضى عن الله عز وجل، ولا تعترض عليه في قضائه وقدره. وأما الجهاد فهذا يختلف، هذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال. الجهاد قد يكون للدفاع عن النفس وعن العرض وعن البلد إذا اعتدي عليهم، هذا من الجهاد في سبيل الله، إن الإنسان يدافع عن بلده، عن نفسه، عن عرضه، عن أولاده، عن أمواله، هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم.